الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إندكس 2023. رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية. ضبط عدد من مسؤولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إدكس 2023، ويستمر المعرض حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة. هذا وتفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إدكس 2023، وشهد الرئيس السيسي تدشين الفرقات المصرية الجبار عبر تقنية الفيديو كونفرنس، كما تسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة درع الفرقات المصرية الجديدة الجبار التي تم تصنيعها في ترسانة الأسكندرية بأيد مصرية بنسبة 100%. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. وأكد مدبولي على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية، وقال مدبولي إن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولفت مدبولي إلى أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح لها عملا مؤسسيا. تلقى وزير الخارجية اتصالا من وزير خارجية كولومبيا، وتناول الاتصال الوضع الأمني والإنساني المتدهور في قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة الفرصة لتثبيت الهدن الإنسانية لإدخال المساعدات، وأكد شكري على الرفض القاطع لمحاولات إرغام الفلسطينيين على ترك أراضيهم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر الحالي بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم في 137 بعثة دبلوماسية مصرية في 121 دولة حول العالم من أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين في الخارج في ظل الضمانات والتسهيلات التي اعتمدتها الهيئة. هذا وحرصت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات على التواصل الدائم مع السفارات والقنصليات التي أجريت بها الانتخابات للوقوف على مستجداتها، وما إذا كانت هناك عقبات، ومن جانبها التزمت السفارات والقنصليات المصرية بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين داخل مقار المراكز الانتخابية أو في محيطها الذي يخضع لإرادتها وسيطرتها. أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالي 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجاري استكمال الإجراءات القانونية. كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكمية من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصية، والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة.